باسم، ادي الكرة والتواجد ولكن سقوط لباسم مع التحام مع هامبيجيلي، والكرة تستمر تبدا هجمة وانطلاقة. فريق نادي اورلاندو اللي عمل تبديل، نزول اللاعب ماجورو اللي دخل بديل رقم 9 انطلاقة من جانب سيفيسو، سيفيسو يلعبها خطرة، ماجورو يسجل الهدف الاول. ادي البديل ماجورو دخل بديلا ليسجل هنا بقى من اختراق للجبهة اليمنى لنادي الزمالك، ويسجل ماجورو الهدف الاول في الدقيقة 67 اهو دخلنا على الدقيقة 68. هجمة سريعة عملت هنا من خلال ضغط زملكاوي واضاعة للفرص، يستغل اورلاندو بايرتس اللاعب البديل من اول لمسة يسجل هدف تقدم في الدقيقة 68 من عمر اللقاء. عملت سريعة هجمة في منتهى السرعة في منتهى القوة، وادي امامنا إيريك تينكلر اللي بيشجع اللاعبين لهذا الهدف السريع اللي اتعمل في منتهى السرعة. ادي الهجمة، شوف هنا سيفيسو، شوف الكرة قطع ازاي الراجل امامنا اهو، قطع في العمق خلف علي جبر والكرة على طول في الشباك. سيفيسو مرر وماجورو البديل يسجل الهدف الاول في هذه المباراة. خطرة جدا الكرة واستفادوا منها بقى بلمسة، لسه بنحكي يا الوقت اللي تفوق فيه الزمالك، سجل فريق نادي اورلاندو بايرتس الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 68 عكس سير المباراة. الشوط الأول كان متفوق اورلاندو، ولكن الزمالك بقى هنا والثغرة اللي اتعملت والبينية اللي اتعملت خلف علي جبر، هجمة كانت مثالية الحقيقة من سيفيسو وتمريرة بينية خلف علي جبر، انطلق ماجورو البديل وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن. أدي أمامنا هجمة، قاطع المرة دي أيمن حفني إلى معروف إلى باسم، باسم باسم أمامه فرصة، باسم يلم باسم ويحطها حلوة أوي المعروف ويسدد، يا راجل جول يا راجل جول جول بقى جول يا معروف، جول يا معروف يا معروف، بعدما ظل معروف يوسف بيخاصم أداءه الجميل يستعيد معروف يوسف المستوى المعروف عنده ويسجل التعادل، ويسجل التعادل للزمالك في وقت ايه؟ وقت مثالي. بص شوف الزمالك بيعمل ايه؟ واحلى من معروف يوسف في سقف الشبكه، يا ولد يا باسم يا ولد يا باسم، شوف هنا تلموا على باسم ويطلع لمعروف، ومعروف يوسف ما يكذبش الخبر، والخبر هو هدف التعادل، هدف التعادل للفارس الابيض. يا ولد يا ولد يا معروف، هدف حلو قوي في هذه المباراه وهدف غالي، هدف التعادل للزمالك وهو مستحق في الشوط الثاني. معروف يوسف يسجل للزمالك بعدما سجل، او التركيز مهم قوي في هذه اللحظات. مره ثانيه علي جبر، علي جبر هجمه لنادي الزمالك، علي جبر يحاول يحتفظ بالكره، علي تطول من علي، مره علي بذكاء علي عامل هجمه عنتريه من جنب اليمين، علي جبر ومعاه باسم، علي جبر عملها لباسم ولكن الكره على طول ترجع مره ثانيه لعلي جبر. ادي اللي جنبك هو مصطفى، هي دي شمالك، هي دي شمالك، شمالك هي شمالك، هي شمالك، هي شمالك، جول للزمالك، جول 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 للزمالك، جول للزمالك. ده المدفع، المدفع ضرب، مدفع مصطفى فتحي، الهدف الثاني للزمالك. الزمالك المدرسة، المدرسة فتحت أبوابها في جنوب إفريقيا في نورث بريت أمامنا هنا في هذه اللقطة، في هذه اللحظة يأتي الهدف الزملكاوي عن طريق الولد الشقي. أدي أمامنا علي جبر اللي عمل الهجمة العنترية ويعمل عرضية ترجع له مرة ثانية، ومصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، حلوة حلوة يا مصطفى، رايحة رشقة 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 يا ابني، رايحة رايحة يا ولد يا ولد، على الهدف الجميل في وقت قاتل في الدقيقة 83 يسجل البديل ولا أحسن.